مفيش حاجة بترعب العالم النهاردة أكتر من القنابل النووية، لأنها أكبر مصدر للانفجارات. هي عبارة عن قنابل وصواريخ تحرق وتدمر مدينة بأكملها، عشان كده مرعوبين إنهم يستخدموها. لكن العجيب إن في نار أقوى منها بكتير جدا، لأنها مش بتدمر مدينة واحدة بس، لكن تقدر تدمر الكون كله، ومع ذلك محدش مرعوب منها. نوعها إيه النار دي؟ هي نفس نوع نار جهنم. يا ساتر! ولو درسنا تاريخ الحروب هنلاقي إن النار دي كانت السبب الأساسي لمعظم حروب العالم، حتى الحروب بين الطوائف والحروب بين المؤمنين. نار إيه اللي تعمل ده كله؟ نار اللسان. إيه؟ لأنها نار بتطلع من جهنم وتدخل أعماقك وتخرج من لسانك. اللسان نار، عالم الإثم، يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. إزاي يا رب شايف اللسان نار؟ لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحفات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. ومع إنه عضو صغير لكنه بيوجه العالم كله، زي بالضبط السفن وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة، تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. يا مؤمن اعرف ان من اعمق اسباب الفتور في حياتك وبعد ربنا عنك هو لسانك، لاننا في اشياء كثيره نعثر جميعنا. ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد ايضا. مش بس كده، هو شر لا يضبط، مملو سما مميتا، به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. لو كنت لعنت حد النهارده أو قلت على حد غبي أو أحمق، اعرف إن الكلمة دي أزعجت الله القدير. معقول؟ ده أنا قلتها على واحد خدام ولا واحد غبي جاهل؟ هتلاقي ربنا يرد عليك ويقولك يا غبي، هو مين اللي صنع الإنسان بالصورة دي؟ مش أنا؟ وأنا اللي اديتك قوة لاصطناع الثروة، أنا اللي اديتك كل إمكانياتك دي وحرمته هو منها عشان اختبرك. يا ترى هتباركني وتشكرني؟ انت مش عارف ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. وبدل ما تولع نار بكلام بطال، اسمع بولس يقولك لا تخرج كلمة رادية من افواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. طب اعمل ايه يا رب في لساني؟ اصرخ مع داود وقول اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، عشان ما تولعش نار مش بس بين اخواتك لكن في العالم كله بكلمة واحدة.